ليه فكرة الإيرادات وفكرة حجم الإنتاج بقت هي الحاجة الوحيدة اللي بنعرف نتكلم عنها في صناعة فيلم سينما. الفيلم اتكلف أقل من شكله، أقل رقم، أقل من ما انت تشوفيه، وده البراعة الإنتاجية ان انت تقدر تصرفي على فيلم جنيه ويبان ان هو باتنين جنيه. الحمد لله قدرنا نعمل دوت، والحمد لله الفيلم مطلوب بشكل كويس من قنوات كتير ان هي تشتريه وان هي تعرض عندها. فأنا الحمد لله مبسوط، ما حققتش ملايين كتير من الفيلم، بس حققت تقدير، حققت اسم كبير بخلي ناس كتير مهتمة ان هي تشتغل مع ريد ستار، لان هي بتقدم افلام بتقدر توصل انها تكون في الخمس افلام الموجودة في المركز الكاثوليكي اللي هو مهرجان. انا شخصيا بحترم وبحبه جدا جدا جدا. بناخد جوائز فيها فلوس، خدنا من جونة جايزة فيها 20,000 دولار، وده كان مبلغ كبير، ما كانش مبلغ قليل. فيعني ايه اللي شجع حضرتك على ان انت تتولى انتاج الفيلم دوت اول مره؟ مخرج لاول مره، مؤلف لاول مره، دي اضافه بالنسبه لي. انا شايف ان بشكل شخصي انا هبقى فخور سنين طويله ان انا اقول ان اول فيلم لهيثم دبور واول فيلم لتامر عاشري كان من انتاج ريد ستار. محمود حميده وشيرين رضا انا رايي الشخصي ان هم مواهب شابه هواة للتمثيل، بيحبوا اللعبة، بيحبوا التشخيص. استمتعت جدا بالعمل معاهم، عملت فيلم انا فخور بيه جدا جدا جدا، واتمنى ان انا اقدر كل سنة اطلع مخرج ومؤلف جديد. لو قدرت اعمل كده طب انا عملت حاجة ممكن ابني يقول لي عليها شكرا لما اموت. شكرا ليك، اشكرك يا فندم.